السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد سيد واهلا بكم معايا في حلقة جديدة. وفي الفيديو ده هنعرف مع بعض ازاي نراقب اجهزة الكمبيوتر المتصلة على الشبكة بتاعتنا بشكل مجاني. اول حاجة هنحمل برنامج اسمه ليت مانجر، نخش على جوجل وين نكتب اسم البرنامج ليت مانجر اهو، تمام، انتر. ادي الموقع الخاص بالبرنامج، ندخل عليه. بعد كده هنروح على الداونلود عشان نحمل البرنامج. بعد كده هنضغط على داونلود وهنحمل معانا البرنامج على الجهاز. طبعا انا كنت محمله قبل كده بس انا هوريكم ازاي بيتحمل. تمام، هحطه مثلا على الديسكتوب. اوكي، هضغط على بدء التحميل، البرنامج ينزل معايا بسرعه. تمام، ادي البرنامج نزل معايا، هفك الضغط عنه، هضغط رايت كليك او كليك يمين واختار اكستراكت هير. تمام، هينزل معايا البرنامج بقطعتين، قطعة السيرفر وقطعة الفيور. قطعة السيرفر دي هحطها في البرنامج او هحطها في الجهاز اللي انا عايز اشوفه، قطعة الفيور هحطها في الجهاز الرئيسي اللي انا بتحكم فيه في الاجهزة كلها. اول حاجة هسطب قطعة السيرفر وهعمل لها كلمة سر، هضغط دبل كليك، هضغط على نيكست، بعد كده هعلم هنا على اي اكسبت، بعد كده نيكست 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 انستول. اي رسالة تطلع لك اضغط يس على طول. تمام، بعد كده هضغط هنا على فول فيو، بعد كده هعمل تشينج باسورد عشان خاطر احط باسورد للسيرفر او اجهزه السيرفر. هعمل هنا باسورد بتاعي بيكون 8 حروف او ارقام. تحت هنا هكرر نفس الباسورد. تمام، بعد كده هضغط على اكسبت باسورد، هضغط على اوكي. تمام كده خلاص انا عملت السيرفر، هضغط على فينيش، كده خلاص هو عمل لي السيرفر بتاعي. هروح على الكوماند برومت عشان خاطر اعرف الاي بي في ادريس. هاجي هنا في السيرش، هضغط على كوماند، هكتب الامر ده كوماند برومت. اللي هو ده. تمام، هكتب الامر ده اي بي كونفيج. تمام، هضغط على انتر. هلاقي هنا عندي الاي بي في 4 ادرس. الاي بي ده هو اللي هربط بيه الاجهزه وبعضها، او هربط بيه اجهزه السيرفر بالفيور. تمام، هاخده كوبي او ان انا اكتبه في ورقه خارجيه واحفظه كويس قوي، هو الباسورد اللي انا عملته. بعد كده هروح على الجهاز التاني اللي هو الرئيسي اللي انا هسطب عليه الفيور اللي انا من خلاله هشوف اجهزه الشبكه المتصله كلها، وهرجع لكم تاني. كده انا رحت على الجهاز التاني، هسطب الجزء الخاص بالفيور، هضغط دبل كليك، هضغط على نيكست، هضغط على اي اكسبت، نيكست نيكست انستول، واي رساله تطلع لك اضغط عليها يس yes. بعد كده هتضغط على فينيش. هيفتح معاك السيرفر بالشكل ده. في عندك نظام الفري وفي البرو، اختار نظام الفري، اضغط على اوكي. تمام، فتح معايا الجهاز اهو الفيور. هاجي هنا عند اد، لو هنا اد نيو كونكشن، هضغط على علامة الزائد دي. تمام،
هضغط دبل كليك على علامه الزائد، هكتب الاي بي اللي احنا سطبناه في جهاز السيرفر اللي احنا اللي انتوا فاكرين ان انا قلت لكم اكتبوه في ورقه، كان 192.168.1.6. تمام، بعد كده هتضغط على اوكي، هيقول لك دخل لي الباسورد اللي احنا سطبناه في جهاز السيرفر. هندخل الباسورد بتاعنا اللي انا قلت لكم اعملوه 8 حروف او ارقام، بعد كده هتضغط على سيف باسورد، بعد كده هتضغط على اوتوماتيك او اوتو لوجن، بعد كده هنضغط على اوكي. تمام، احنا كده سطبنا جهاز السيرفر وده موجود معانا اهو. ممكن ان انا اعمل فول كنترول، اتحكم تحكم كامل في الجهاز، اقفل الجهاز، اتحكم اخش على اي حاجه في الجهاز، اخد اي ملفات من الجهاز. ممكن اعمل فيو اونلي دبل كليك اهو، ان انا اشوف الجهاز بتاعي، انا اهو جوه الجهاز التاني اهو، افتح ماي كمبيوتر جوه الجهاز التاني اهو. تمام، زي ما انتم شايفين. تمام، اقدر ان انا اعمل اي حاجه في الجهاز، هفتح الريسايكل بين اهو، شايفين انا بعمل ايه في الجهاز السيرفر. انا دلوقتي بعمل فيو من الجهاز الرئيسي اللي انا بكلمكم منه دلوقتي، بعمل فيو على الجهاز التاني اللي هو السيرفر. تمام، وبكده انا هكون راقبت الشبكه بتاعتي بالكامل. وكده احنا خلصنا الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون عجبكم. يا ريت تعملوا اشتراك في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم اي جديد، واعملوا لايك للفيديو وشاركوه مع اصحابكم. كان معاكم محمد سعيد، شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.